سیاہی میں ڈوبا محمد کا بھائی رو رہا ہے سحر کا ستارہ ترفع في ليلة ضربة أمير المؤمنين ولأبو حسين ما تم مصيام عينه عينه إلى القبة مولانا قبة أمير المؤمنين أبو حسين ما تم مصيام إجا العيد ولاده وياي وياي اقرا اجا العيد ولاد ابو حسين ما تم تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے بلا أولاده لما سمعوا جبرائيل بين السماء والأرض ينادي أقبلوا إليه أقبل الإمام الحسن نظر إلى أبيه والدماء تسيل وضع رأسه في حجره يلا مع الإمام الحسن أريد ونه قام الحسن ينعاه ويصفق راح نبرا ويصيح يا حيف على عز قضى وراح صوان عالي من الهواشم قوض وراح قال احملوني الى بيتي الله هذا امير المؤمنين البطل حملوه مولانا لما خرج الشمس بدت قال بالله عليك يا شمس هل طلعت يوما وعين علي نائمة زينب واقفة بالباب زينب تنتظر ابوها زينب تنتظر امير المؤمنين ونت ونادت يا المجيب لي يا بها الشايلين وياكم ابني لما نسمع الحسن وحسين نادى ويا زينب زيد لوني ما الخبر أبونا نضرب والراس نص كل سم زينب سبولي آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی اخواني من ليالي القدر خليك مع الدمعة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله هذه الراية السوداء علت في هذا المكان المقدس العظيم جزاكم الله خير الجزاء أيها الإخوة الكرام في العتبة العلوية على هذه البادرة راية الحزن راية اللوعة راية الولاء ترفع في هذه الليلة إلهي بمحمد وآل محمد بصاحب المصيبة العظمى فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا تقبل أعمالنا أطل أعمارنا بخير وعافية احفظ إمام زماننا من كان في مجلسنا طالب حاجة اقض اللهم حاجة من كان عنده مريض اشف مريضه
جميع المستمعين اللهم احفظهم فردا فردا، احفظ مراجعنا وعلماءنا الإخوة الكرام جميعا، احفظهم مع الأخوات الكريمات. تغسر پہ علی کے لگی ہے آج شم میں امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، اور ٹوٹا ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک توہے علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، سینہ کو بھی کو ریحانوں میں سم، کیوں نہ فرش عذاب پہ چلے ہم، سینا کو بھی کوئے حالوں میں سم، کیوں نہ فرش عذاب پہ چلے ہم، غمزدہ چار سو ہے نظارہ، روزہ داروں کا قیامت کے دن ہے، صاح جبریل وحمل صوت الصدا، هدمت والله أركان الهدى، صاح جبريل وحمد صدى، هدمت والله أركان الهدى، صاح جبريل وحمد صوته، هدمت والله أركان الهدى، صوتك صوتك احفظ، صاح جبريل وحمل صوت الصدى، تهدمت والله اركان فزت ام كلثوم والقلب انفطر، تريد تعرف شنو بالكوفة الخبر، جن صوتي يقول ابو الحمل انطبر، جن صوتي يقول ابو يعني حزنك على ابو حاني وبدت، هدمت والله صوتك صوتك، هدمت والله اركان الهدى،
صاح جبريل وحمل صوت الصدات هدمت والله تهدمت والله فزت يم كلثوم والقلب انفطر تريد تعرف شنو هو بالكوفة الخبر كان صوتي قول ابو الحملين طبر كان صوتي قول ابو الحملين طبر يعني حزنك على ابو حاني وبدات هدمت والله صيح صيح تهدمت والله صاح جبريل وحمل صوت الصدى تهدمت والله ماكو جواب تهدمت والله تهدمت والله صح والله يا جارح يا بيت علي صح والله يا جار يا بيت علي هذا بوك انطبر نوحي واللولي صحت مخضب علي جبتو إلي صحت مخضب علي جبتو إلي صوتك صحت مخضب علي آه يا جرح البراس الظاهدة تهدمت وال تهدمت وال صح والله يا جرح يا بيت علي هذا بوك طبر نوح والليلي صحت مخضب علي جبتو إلي صحت مخضب علي جبتو إلي آه يا جرح البراس الظاهدة تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله خويا زينب ناوبون على الرحيل خويا زينب راحم ما يدخل خويا زينب ناوبون على الرحيل خويا زينب راحم ما يدخل خويا زينب شوف شوف دم راسه يسيل خويا زينب شوف دم راسه يسيل خويا زينب شوف دم هذا المخضب الرؤس مهندات هدمت والله تهدمت والله خويا زينب ناوبون على الرحيل خويا زينب راحم ما يدخل خويا زينب راحم خويا زينب شوف دم راسه يسيل خويا زينب شوف دم راسه يسيل هذا المخضب الرؤس مهندات هدمت والله تهدمت والله أركان الهدى عظم الله أجورنا وأجوركم في هذه الليلة الأليمة أنا وإياكم نستقبل سماحة السيد لمراسيم هذه الليلة إن شاء الله السيد حسين الحكيم نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد